ولا يمكن تحصل مذاهب المسلمين كلهم في 4 أشخاص سبحان الله، وأما مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الكبار لهم أعلى من الأئمة 4. لماذا تحصل أمور الدنيا كنا 4 أشخاص والآن جاء يضرب قولك ما عنده دليل يقول هذا خلاف الأئمة 4؟ ثم ماذا خلاف 4 أشخاص؟ أنا أعطيك 4 مثلهم وأعلم منهم أيضا غير محصور 4 أشخاص. ثم ماذا 4 أشخاص؟ أما أتباعهم هؤلاء ما يشكلوا شيئا. بعض الناس دائما يقول هذا قول الجمهور يقصد الأربعة، وابن عبد البر يحكي الإجماع أن المقلد ليس من العلماء واتباع العلماء 4 كلهم مقلدة، إذا ليس من العلماء على قول ابن عبد البر بالإجماع. يقول أين مذاهب الصحابة؟ أين مذاهب التابعين؟ أين مذاهب الأئمة المتبوعين؟ أين أقران هؤلاء؟ أين مذاهب الفقهاء 7 التي يقول عنهم الشاعر إذا قيل من في الفقه 7 أبحر رواياتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. أين مذهب هؤلاء؟ ثم تحصر بهؤلاء، ثم الواحد منه إذا أراد يطعن كما يصنع النووي في المجموع حين تقول لداود يقول احتج بداود، داود أعلم من أبي حنيفة، فلماذا تحتج بأبي حنيفة وتحتج بداود؟ داود لا ينزل في العلم والفقه والمعرفة عن الشافعي، فلماذا داود يحتج به والشافعي يحتج به وقدم قوله على غيره؟ فلماذا أبو حنيفة يعد قوله خلافة وداود يعد قوله خلافة؟ هذا كله من التعصب المذموم الذي ران على قلوب الكثير، فالذي يخالف هؤلاء لا بد يتحمل الأذى، وهكذا لقي كثير من أئمة المسلمين. والآن إذا رأوا رجلا ما يتبع قول كتاب السنة قال يسب العلماء، ما يحترمهم، لأن ما يستطيع يقول تتبع كتاب السنة. الناس يقول نعم هذا حق، لكن يأتي يقول يتبع هذا يسب العلماء. كذلك الآن الذي يخالف الناس في هواته ما يستطيع يقولك على كتاب السنة، يقول عنك خارجي، يقول عنك أنت مثير فتن، أنت مثير فتن، أنت تفرق كلمة المسلمين، وإذا أتاكم أنا يريد يفرق كلمتكم فاقتلوه. ثم يأتي بهذا الحديث الوارد في جانب آخر يضع عليك. ابن القيم لما كان يفتي بها لا سبق في ناس له خيل خفى يقول بلا محلل، ما يحتاج محلل، ما عليه دليل محلل، سبق 2 في هذه الأمور 3، هذا منه مال وهذا منه مال لا بأس به، وهذا دلت على السنة الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ضعيف يروي سفيان بن حسين عن الزهري ولا يصح، لابد من محلل. الأئمة ينكرونه وأنا لا يصح هذا الحديث، يقول لابد من محلل بناء على مذهب فلان وعلان، فتعرض ابن القيم بالأذى حتى جلد ابن القيم بسبب هذا المسألة، وطيف به بين الصبيان يجلد، يقول هذا جزاء من خالف العلماء، ما يستطيعون هذا جزاء من خالف كتاب السنة، أنا ما خالف كتابه ولا سنة. ثم يهمون الناس بينهم العلماء، العلماء في أذهانهم فلان وعلان، وابن القيم ما خالف الصحابة ولا خالف التابعين ولا خالف كابر أئمة المسلمين، إنما خالف طائفة من العلماء. ثم بعد ذلك ابن القيم أخذ على التعهد أنه ما يفتي بعد اليوم، ثم ابن القيم رأى أنه ما يسع عند الله أن يسكت، فألف كتابه المشهور الفروسية، فألف كتابه المشهور الفروسية، الفروسية ألفه لهذا الغرض، لهذا الغرض. وقد ذكر شيئا كثيرا مما لقي ابن القيم من هؤلاء بسبب مسألة ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو صاحب ابن القيم، وموجود هذا الكلام في البداية والنهاية، والإشارات إلى ما سأل عنه الأخ. نعم.